أنتم تتابعون الآن بودكاست أبوقراط، نعمل على نشر الوعي الصحي وتقديم معلومات طبية دقيقة وموثوقة بأسلوب سهل الفهم وممتع عبر استضافة نخبة من الأطباء. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. استمع موفق. النهاردة هنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة جدا واللي يمكن بيصاب بيها الكثيرين من الأطفال حديثي الولادة. بعض الأمهات ما بيكونوش عارفين إيه السبب في الموضوع أو مش ملمين بالأعراض. الطفل البيبي بيتألم وهي مش عارفة إيه سبب المشكلة. الموضوع اللي هنتكلم عنه هو خلع الورك الخلقي للأطفال. يمكن موضوع جديد، موضوع يمكن عدد كبير جدا من الأطباء ما تطرقش إليه، وبيسبب كمان مشكلة بالنسبة للأمهات لأن هي مش عارفة معلومات عنه، مش عارفة سبب المشكلة عند الطفل أو عند المولود هو بيتألم ليه، الأسباب. ممكن إن احنا يكون في حالات إن احنا نقدر إن احنا نتلافى المشكلة دي عشان ما تحدث قبل الولادة. أسئلة كتيرة جدا هنطرحها النهاردة من خلال لقائنا مع دكتور محمد فوزي، استشاري جراحة العظام وعظام الأطفال. أهلا بحضرتك دكتور محمد. أهلا بحضرتك. سعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة. أنا. دكتور، الموضوع يمكن يعني بالنسبة للأمهات والمتابعات جديد او ما عندهمش درايه بيه كامله، فيعني احنا بنحييك طبعا على يعني الاختيار الموضوع ده تحديدا، بس انا عايز اعرف ليه انت اخترته. هو في الحقيقه مشكله الخلع الخلقي لورك او لمفصل الحوض للاطفال من الاكثر شيوعا في جراحات عظام الاطفال، ودي مشكله بتحصل اثناء النمو. الجنين الطفل بيتولد بيها باعراض معينه، معلومات بسيطة قوي لو قدرنا ان احنا نركز عليها ونوضحها للأمهات هنقدر نوصل لنقطة الكشف المبكر عنها. الكشف المبكر بيخلي نتائج العلاج أفضل كتير وطرق العلاج نفسها أسهل كتير. فمهم ان احنا يبقى فيه كشف زي أي مشكلة، الكشف المبكر ليها بيخلي نتائج العلاج أحسن. ممكن إن إحنا نقدر نعرف المشكلة دي أثناء متابعة الأم لأشهر الحمل قبل ولادة الطفل؟ أحياناً الأشعة السونار اللي هي رباعية وخماسية الأبعاد تقدر توضح لنا بعض المعلومات عن خلع الخلقي للورك أو المفصل الحوض للطفل. طب ايه الاسباب دكتور محمد يعني اللي بتؤدي الى هذا الامر؟ في الحقيقه ما فيش سبب معين نقدر نحدده، ولكن نقدر نقول امتى الطفل اللي هيتولد احتماليه الاصابه بمشكله خلع الخلقي للورك اكتر عنده. دي مهمه جدا ان احنا نبقى عارفينها، ان احنا نبقى عارفين احتماليات الحدوث هتحصل امتى. مش هنقدر ان احنا نتلاشاها. انا هدفي كله يبقى في اكتشاف مبكر للمشكلة. وانس ان احنا عملنا اكتشاف مبكر للمشكلة طرق العلاج بتبقى افضل كتير وبتبقى اسهل. طب احنا بنكتشف المشكلة دي امتى؟ يعني اثناء عملية الولادة بمجرد ما البيبي بيخرج يعني من رحم الام، طبعا بيبقى فيه يعني مجموعة من الاطباء وليس طبيب النساء فقط المفروض عشان يشوفوا البيبي ويشوف حالته، يشوف النبض، يشوف الحالة الصحية ليه يعني جنرال، مش كده؟ تمام. بتظهر في الوقت ده ولا فيما بعد؟ هي بتظهر، صعب ان هي تظهر في اول ايام الولاده. كويس، ولكن نقدر ان احنا نحددها بعد ايام قليله من الولاده. اللي هيقدر يحددها ويشخصها هو المختص بجراحه عظام الاطفال، مختص بالمشكله ديت. بيبقى صعب قوي اي طبيب تاني ان هو يقدر يحدد المشكله او يشخصها. طب الطفل بيكون هنا بيتالم، بيبكي، مش قادر مثلا ان الام يحدث تلامس ليه اثناء الرضاعه، الاعراض بتكون ازاي؟ ما فيهاش اعراض محدده، يعني الطفل بيبقى عادي حتى لحظات كتير قوي، حتى وقت كتير لما بيكبر. ولكن الام تقدر ان هي تشوف بعض الاعراض الغريبه بس ان هي تبقى عارفاها. الام لما بيبقى الطفل اول بيبي خبرتها بتبقى قليله قوي. صحيح. لكن لو الاعراض دي ظهرت في البيبي الثاني بيكون عندها خلفيه او درايه الى حد ما، يعني تقدر تشوف ان في اختلاف في حاجه معينه في الطفل. الام دايما بتحرك الطفل في موضعين. اول حاجه لما بتغير
اللبس بتاعه، تمام، ولما بتلبسه الحفاضات بتاعته. وهنا دي النقطة اللي كل الأمهات لازم تبقى عارفاها ولازم تبقى فاهماها كويس، إن هي لما بتيجي تغير الحفاضة بتفتح الرجلين، تقدر تشوف بعض العلامات إن في حاجة غير طبيعية في المفصل ده، إن منها مثلا إن الفخذ ما بيتفتحش للآخر، مدى الحركة بتاعه ما بيبقاش زي التاني، فبالتالي يعني تبقى واضحة قوي بالنسبة لها. ممكن وهي بتحرك الفخذ تسمع طقة أو تحس طقة تحت إيديها، بالصوت. وهي بتركب بتلبس سوري الحفاضة. الحفاضة، تمام. طول الرجل نفسه ممكن يبقى مختلف عن الرجل السليمة، في بعض الثنايا فولدز تبقى موجودة في أعلى الفخذ مش موجودة في الفخذ التاني. دي علامات لو الأم خدت بالها منها دي لازم علامات مهمة جدا، جدا. وخاصة ان حضرتك ذكرت شيء مهم جدا، ان البيبي اساسا او المولود ما بيشتكيش، يعني ما عندوش اي الم، تمام، ولا الام بترضعه او بتغير له الحفاضة، ما فيش. لا خالص ما بيبقاش في فلازم ألم الام تكون في يعني المراحل عندها الأولى، نوع من انواع الدراية تمام. والوعي بالاعراض اللي حضرتك ذكرتها. وزي ما حضرتك قلت فعلا ان دايما الطفل الاول ده بيكون حقل تجارب لكل الامهات دي في حقيقة، الحقيقه، يعني بنكتسب خبره بعد كده في دي الطفل حقيقة، التاني. دي حقيقة. طيب الوضعيه بالنسبه لبعض الامهات، ودي يمكن شفناها كمان في اكتر من فيديو على اليوتيوب والاجانب بيعملوها. زمان كان الامهات لما ييجوا يغيروا للبيبي بيلفوه لفة معينة كده دكتور علشان الكتاف تبقى يعني مستقيمة ومشدود، ده صح ولا خطأ؟ هم رجعوا بعد كده يعملوها. دي اللي هي اللي اسمها السوادلينج، اللي هي يعني في اللغة العربية نقول عليها تقميط الطفل او القماط، التقميطة. صحيح. قماط الطفل، ان هو بيبقى لفة محكمة علشان تقدر ان هي تشيله بأريحية، ما يبقاش فيه تخاف ان دراعه يتملخ او رقبته تتملخ او تفر من الحاجات اللي بتحصل ديت. ولكن هي في الحقيقة غلط جدا، لان هي بتساعد في حدوث المشكلة وبتساعد في تطوير المشكلة. استقرار مفصل الحوض او على وضعية. الفخذ بيفضل دايما ان يبقى فيه اريحية في الحركة، ان الطفل يبقى واخد راحته في الحركة. ده من احد طرق العلاج في المراحل الاولى، ان احنا نقول للام تلبسه دبل دايبرز، ان هي تلبسه حفاضتين او حفاضة بمقاس اكبر، أكبر. احدى طرق العلاج يعني في بعض الحالات. ده بالنسبة للطفل اللي عنده خلع الورك الخلقي، لكن بالنسبة للطفل اللي هو ما بيعانيش من المشكلة دي، لو الحفاضة أكبر في المقاس، يعني في بعض أمهات بيعملوا الموضوع ده فتلاقي الطفل يعني موسع ما بين رجليه كده وبياخد الوضعية دي فيما بعد وبيعمل شكل الانحناء، ده صح؟ انا افضلها احسن من السوادلينج، احسن من أحسن من التقميط. إحنا نبقى ضامنها. وجود مفصل استقرار، مفصل الحوض في وضعيه ان الرجلين زي ما حضرتك قلتي بتبقى مفتوحه لبره شويه، لو لبست المقاس صح انا موافق جدا، لو لبست دايبر اكبر سنه فانا موافق جدا. طيب دكتور محمد فوزي، استشاري جراحة العظام وعظام الأطفال، احنا معانا مجموعة من الصور ممكن ان احنا نعرضها وحضرتك برضو أكيد. يعني تعلق عليها علشان نقرب التصور للسادة تمام، المتابعين لينا. نشوفها مع حضراتكم لو احنا جاهزين. نشوف الصور. دي أول صورة بالنسبة للوضع المقعدي للجنين. الوضع المقعدي للجنين اللي هي البريتش بريزنتيشن، طبيعي ان الجنين بيبقى نازل براسه، دي كلنا عارفينها. الوضع المقعدي بريتش بريزنتيشن بتزيد احتماليه حدوث الخلع الخلقي لمفصل الحوض معاه، فده بيبقى الارم ان لو الوضعيه الطفل في الرحم البريتش بريزنتيشن او الوضعيه المقعديه احتماليه حدوث الخلع الخلقي بتبقى نسبه اعلى من لو كان الطبيعي نازل بال الكفالك او براسه طبيعي، مش بالوضعيه اللي هي الصحيحه اللي المفروض ان هو ينزل بيها، بالظبط. فاحتماليه الاصابه هنا بتبقى عاليه. طيب احنا معانا صور تانيه، في صوره برضو هنا. بالنسبه بقى للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها مع حضرتك اللي هي وضع التقميطه، مش كده يا دكتور؟ اللي هي التقميط الصوره الانكوركت اللي هي السوادلينج او تقميط الطفل اللي هي اللي على الشمال اعتقد. كويس، والصوره دي غلط التانيه زي ما حضرتك وضحتي ان الرجلين تبقى مفتوحين شويه وبتتحرك، فيها تباعد كده، ده ايوه بيكون افضل وضعيه بكتير، لان ده بيحافظ على استقرار مفصل الحوض.
حضرتك بتغير لنا كل المعلومات. يعني الجيل القديم المدرسة القديمة بتاع أمهاتنا كانوا يقولوا إيه؟ البيبي لا، خلي رجليه مستقيمة، لفيه كويس عشان ما يحصلش إعوجاج في الرجل. حتى لما كانوا يشوفوا يعني طفل فيما بعد في مرحلة بلوغ عنده إعوجاج في أو تقوس في القدمين، فكانوا يعلقوا التعليق ده ان سبب التقميطه دي مامته ما كانتش بتعملها. فحاجه بتقول ان هي كده مش صح خالص. ده مش صح. هي في الحقيقه بتخلي الطفل هادي. لان دايما بتفكر الطفل بوضعية الجنين حاسس بطمانينه. بطمانينه. طيب احنا امتى نقدر يعني، طيب في صوره معانا كمان استاذه شيرين. اوكي الصوره دي دكتور، دي العلامات اللي احنا اتكلمنا عنها ان الام لازم تبقى واخده بالها منها. يمكن شايفين الفولتس اللي عليها السهم في الصوره الاولانيه اللي على الشمال، ان في ثنايا اعلى الفخذ مختلفه على الناحيه في الفخذ الشمال، مختلفه على الناحيه في الفخذ اليمين. في الصوره اللي فوق الوضعيه اللي احنا بنحط فيها البامبرز او الحفاضات، ان الرجل الشمال ما بتفتحش زي الرجل اليمين. تمام. ان الرجل الشمال اقصر من الرجل اليمين. واضحه كمان ان في فارق في الطول بالنسبه للساقين. حضرتك قلت ان بيبقى في قصر في الفخذ المخلوع. واضحه هنا في الصوره. واضحه خالص. فكده العلامات دي مهمة. ممكن الام يعني اثناء تغيير الحفاضه تقدر ان هي تاخد بالها من البيبي. طيب الصوره بقى بالنسبه للقدم، المشكله دي بتسبب اي تشوهات في القدمين بالنسبه للبيبي دكتور؟ احيانا وجود المشكله دي اللي هو الانحراف مقدمه القدمين يصاحبها خلع في مفصل الحوض او خلع خلقي للورك او لمفصل الحوض. فبنبقى لازم ناخد بالنا في حالات الانحراف في مقدمه القدمين، لازم ناخد بالنا انه ممكن يبقى فيه مشكله في الحوض او في حالات كتير قوي زي حالات القدم المخلبيه. دي اللي بتؤدي للمشكله ديت او للتشوه اللي احنا بنشوفها، بس هم قريبين. هم بيبقوا موجودين مع بعض. مفيش حد سبب للتاني، لان حتى الان ما لهمش يعني الانحراف المقدمه او القدم المخلبيه ما لهاش سبب محدد، وحتى خلع الخلق للورك ملوش سبب محدد. يعني مش ضعف مثلا الكالسيوم بالنسبه للام يسبب المشكله ديت، اي ادويه خاطئه هي خدتها يسبب المشكله ديت؟ لا. لكن زي ما وضحنا ان في احتماليات حدوث بتزيد مع الطفل اللي هيتولد. تزيد امتى؟ لو حد من الاباء وهو صغير كان عنده نفس المشكله. لو ممكن تكون حاجه وراثيه. لا، زمان او في الاول كان اسمه congenital CDH، دلوقتي اسمه developmental DDH. كانوا بيعتقدوا زمان ان هي حاجة جينية، ولكن التعريف بتاعه اختلف في الوقت الحالي واصبح developmental لانه بيحدث اثناء نمو الجنين وليس له اي علاقة عند جينية. عند الشهر يعني الكام تقريبا كده دكتور؟ في مراحل المشكلة نقدر نكتشفها اول ما اجهزة الجهاز الحركي للجسم يقدر يكون متكون. ده بعد الشهر السادس في الأشعة الرباعية الأبعاد وخماسية الأبعاد. ودي في الغالب يعني السيدة الحامل بتعملها ولا ما بتعملهاش؟ عادة بيعملوا دلوقتي أشعة رباعية وخماسية الأبعاد. طيب نبتدي بقى نعالج الطفل إزاي لما الأم تلاحظ المشكلة دي؟ أول حاجة نتجه للطبيب المختص اللي هو جراح عظام الاطفال، دي مهمه جدا. طرق العلاج بقى بتختلف على حسب درجه الخلع وعلى حسب السن الطفل اللي اكتشفنا فيه. في الحقيقه كل ما كان الاكتشاف مبكر كل ما كان طرق العلاج سهله وكل ما كانت النتائج افضل بكتير. ابطول ان احنا ممكن زي ما بقول لحضرتك من شويه العلاج يبقى دبل دايبرز، يعني خلاص لبسيه حفاضتين هو كده هيتعالج مع المتابعه على المشكله. بالظبط. احيانا بنحتاج زي الحاله اللي احنا عرضناها بنحتاج لبعض التدخلات الجراحيه، بس دي بتكون بقى يعني المرحله ايه يعني السكند ولا من بعد 6 شهور بنبدا نفكر في التدخلات الجراحيه. بس الموضوع ده موضوع دقيق جدا دكتور،
وعايز وعي فعلا من الام. يعني انا بكرر لان اللي بيكتشف الامر الام بالظبط، مش هيجي في ذهن الام ابدا ان هي تعرض البيبي على دكتور عظام بالظبط، لكن هي بتعرضه على دكتور اطفال عشان تتابع معاه ويعني والتطعيمات وكده، او لو البيبي عنده اي مشكله. تمام. فهي الاساس هي اللي هتكتشف الامر ده وتتوجه لدكتور عظام تخصص الاطفال. الاطفال. طيب العمليه الجراحيه لو لجأنا اليها بتكون يعني في عمر كام تقريبا؟ من بعد 6 شهور. من بعد 6 شهور بنبدا نفكر في التدخلات الجراحيه، من بعد سنه نوع تاني من التدخلات الجراحيه وهكذا. الاكتشاف المبكر مهم قوي. يمكن في الدول الغربيه دلوقتي علشان يعالجوا الحالات ديت عند سن 3 و4 و5 سنين، زي ما احنا بنشوفها هنا، احنا بنشوف حالات عندها 3 سنين ونجلكتد او مهمله وعندها خلع مفصل الحوض، لا ما بقاش الكلام ده بره خالص. الاكتشاف المبكر مهم جدا، ودايما الاكتشاف المبكر لاي مشكله. يعني لو خدنا بالنا من الحاجات الجميله اللي حاصله هنا في البلد، حمله 100 مليون صحه، الاكتشاف المبكر للاورام بالنسبه، اورام الثدي بالنسبه للسيدات، اكتشاف وحاجه عظيمه جدا اتعملت مزمنه، يعني اكتر من مبادره واكتر من حمله اتعملت، من الحاجات العظيمه اللي اتعملت في البلد هنا اللي هي القضاء على فيروس سي تحت صحيح. مبادره تحت رعايه السيد الرئيس الجمهوريه. 100 مليون صحه طبعا، مفيش دلوقتي مشاكل فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفيش مشاكل فيروس سي، الكشف على حديث الولاده عشان تجنب يعني اي مشكله في الغده الدرقيه بالظبط. ده يعني برضو اتجاه جيد جدا، مبادرات عظيمه جميله جدا الرئاسه ومن جانب الدوله. انا عندي سؤال لحضرتك من الكنترول، الزملاء قالوه لي، حد بيسأل ان في ضغط على الفقرتين او الفقرتين الاخيرتين في العمود الفقري راكبين على بعض، هل ده يعمل نوع من انواع الالتهاب في الاعصاب او التنميل او الالم في الرجل؟ اكيد، لان ضغط الاعصاب، ضغط الفقرات على بعضها هيؤدي الى ان الغضروف اللي ما بينهم بدأ مكانه يتحرك، فهيبدأ يضغط على جذور الاعصاب للطرفين السفليين، فلازم عادة بيسبب تنميل وحرقان ووجع في الطرفين السفليين. طب العلاج هنا دكتور بيكون بقى يعني دوائي ولا يعني بيبقى في تدخل جراحي، ولا بعد التشخيص من طبيب العظام بتحولها ان هي تعمل جلسات يعني علاج طبيعي؟ بيتراوح العلاج ما بين العلاج الدوائي والراحة والعلاج الطبيعي والتدخلات الجراحية، ما بين تدخلات جراحية محدودة وما بين تدخلات جراحية متوسعة شوية زي استئصال غضاريف وتثبيت فقرات، وده بيعتمد على الفحوصات والكشف الإكلينيكي على الحالة. في فحوصات ممكن ان هي تقوم بيها او تعملها حضرتك تقولها لها؟ يعني احنا دايما بنفضل الفحوصات اللي تتعمل بتبقى بعد الكشف الطبي لتحديد منطقة الوجع وتحديد منطقة الغضاريف دي ضغط على بعضيها فين. يعني انا عندي فقرات عنقيه وصدريه وقطنيه وعجزيه، فلازم نحدد، بتذكر ان هي الفقرات الاخيره، يبقى بنعمل اشعه العاديه على الفقرات القطنيه والعجزيه، واحيانا بعد الاشعه العاديه لما بتوضح لنا بعض المعلومات نحتاج اشعه رنين مغناطيسي عليها، ده اللي هيوضح وبناء عليه يعني هنقدر الفحص الطبي الاكلينيكي، نفحص المريضه ونشخص الحاله ويكون في دواء مع علاج طبيعي او تدخل نتيجة ان شاء الله يجيب نتيجه نخلي الجراحه تكون يعني في المرحله. ونقطه مهمه احب اوضحها ان الناس يعني جمهور الناس بيتخيل ان مجرد الاطلاع على الاشعه ده هيخليني اخد قرار، مستحيل يعني او صعب جدا. انا ما بعالجش اشعه طبعا، يعني انا بعالج بني ادم، قد تكون الاشعه مدياني معلومات قويه جدا، واحد عنده غضروف كبير قوي، بس كلينيكالي او ظاهريا هو لا يعاني من اي شيء وعايش حياته بكل اريحيه، والعكس تماما صحيح، ان ممكن تبقى حاجه صغيره قوي وهو مش قادر يتحملها. يعني الاشعه بالنسبه للطبيب دي مجرد استدلال اكيد بسيط جدا، ما بيبنيش عليه اتخاذ راي او قرار، اتخاذ راي او قرار او قرار جراحي بالظبط. طيب دكتور نرجع لموضوع خلع الورك الخلقي للاطفال. احنا طبعا من خلال يعني كلام حضرتك وتاكيدك على ان البيبي ما بيكونش عنده شكوى، ما بيكونش عنده الم، ما بيبكيش لو الام شالته او يعني كانت بتغيره، ما فيش اعراض، الام هي اللي بتلاحظ. طيب الام ما لاحظتش الاعراض اللي حضرتك ذكرتها ديت،
ان في استطاله ما بين الساقين مثلا، فرق بسيط في ميل في الفخذ، او يعني مريح كده عن الفخذ الثاني بالتعبير البسيط كده بالنسبه لنا، والطفل بدا ان هو يمشي، ايه بقى النتيجه اللي هتحصل هنا مع الطفل ده، وايه الاعراض اللي هو هيكون متعرض للاصابه بيها؟ خلينا نبقى واضحين ان احنا اول ما الطفل بيمشي، الطفل بيمشي عند سن 9 شهور وسنه، يبقى احنا كده مفيش كشف مبكر خالص. احنا كده خلاص قدام مشكله هنبتدي ان احنا نتعامل معاها بتدخلات جراحيه محدده على حسب درجه الخلع. اكتر حاجه الام بتلاحظها لو يعني فقدت او ما خدتش بالها من الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها في بدايه الشهور الاولى من العمر، ان الطفل بيعرق، ودي مشكله كبيره قوي، ان الطفل بدا يمشي، بدا يعرج، بتحاول ان هي تقنع نفسها او الناس اللي حواليها ان هو بيتدلع. ان هو بيتدلع، ان هو لسه بيمشي في الاول، تعليلات بتبقى مش صح مبررات خالص، غير يعني صحيحه وغير طبيه بالظبط. بالمره. طيب هنرجع لموضوع المشي والاثار في حاله تاخر التشخيص والاكتشاف بالنسبه لخلع الورك الخلقي للاطفال. تمام. اسمح لنا ناخد اتصال من مدام ساره. مساء الخير مدام ساره. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طيب اتفضلي دكتور محمد فوزي استشاري جراحه العظام وعظام الاطفال مع حضرتك، سؤالك. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي، اهلا وسهلا. انا بشكر حضرتك جدا والله على مجهودك معانا والنتائج الكويسه اللي وصلنا لها. جوجو كانت مع حضرتك عامله من ساعه الولاده طبعا الحاله بتاعتها، بس طبعا اكتشفناها متاخر، فده طبعا سبب تداعيات ان هي تدخل في سلسله عمليات يعني جراحيه وكده، بس الحمد لله الحمد لله بفضل الله بفضل الله وصلنا نتائج هائله جدا، اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. مش تيجي هي دلوقتي بقت كويسه؟ بفضل الله الحمد لله ماشيه الحمد لله بفضل كتير. الله ودكتور محمد الحمد لله يا ربنا يجازيه خير يا رب يبارك. طيب حضرتك تحبي تسالي اي سؤال مدام ساره لدكتور محمد؟ كنت عايز اعرف بس يا دكتور، هل العمليات دي هتتوقف لحد سن البلوغ ولا هيبقى لسه ليها تداعيات نتيجه الخلع ده؟ يعني الحمد لله على سلامة دودو، والتدخلات الجراحية ما نقدرش ان احنا نحددها هتتوقف في اي مرحلة عمرية، هتتوقف في اي مرحلة عمرية، ولكن التدخل الاساسي وانس او بمجرد اكتشافنا للمشكلة. قد يكون هناك بعض التدخلات طيب. الجراحية فيما بعد، ولكن اخر حاجة احب ان انا أؤكد عليها ان المتابعة مهمة جدا حتى سن البلوغ. بالظبط. طيب مدام ساره ليكي سؤال تاني؟ شكرا. طيب انا بشكرك والحمد لله على سلامه دودي، شكرا لاتصالك. زي ما كانت بتسال دلوقتي مدام ساره بالنسبه للعمليات بتتوقف عند سن معين او سن البلوغ، حضرتك قلت لا، ولكن اهم شيء هو المتابعه الدوريه. بالزبط. المتابعه بتكون كل قد ايه تقريبا كده دكتور؟ يعني لو قلنا ان احنا عملنا العمليه وان داي كويس، فاحنا هنحتاج ان احنا نتابع بعديها بشهور قليله، يعني اول سنه بعد العمليه بنتابع مثلا كل 3 أو 4 شهور، بعد كده ممكن كل سنه مره. بعد العمليه كل 3 أو 4 شهور او 6 شهور باقصى. بالزبط. يعني حاجه بعد كده كل سنه. زوروني كل مره. كل سنه مره. زوروني كل سنه مره. الطفل بعد اجراء العمليه بياخد جلسات علاج طبيعي او بيمشي طبيعي كده من غير اي تدخل، ولا بتكون الامور ماشيه ازاي؟ احيانا بيحتاج بعض جلسات العلاج الطبيعي، والمشيه بتتحسن بنسبه كبيره قوي. المشيه بتتحسن بنسبه كبيره قوي لمجرد ان احنا بنرجع المفصل في مكانه، والنمو بتاعه يبدا ياخد المسار الطبيعي. العمليه بتتم ازاي دكتور؟ عمليه معقده جدا. يعني وليها تفاصيل كتيره قوي. بنكسر المفصل مثلا ونرجعه مكانه ولا هي بتبقى ليها كذا جزء. الجزء الاول بيبقى تطويل لبعض الاوتار اللي اتشدت مع المفصل اللي طلع بره. الجزء الثاني والاهم اعاده بناء شكل الحوض نفسه او الاسيتابيلم او المفصل، الجزء اللي هي المفصل اللي اعلى عظمه الفخذ بتبقى موجوده فيه. دي عمليه كبيره. الجزء الثالث اعاده بناء محفظه المفصل مع استئصال بعض الزوائد الانسجه الغير طبيعيه اللي بتبقى موجوده داخل المفصل. اعاده بنائها
هرجع للاكسبريشن ده او المصطلح ده وافهمه كده مع حضرتك، بس اسمح لنا ناخد اتصال معانا استاذ احمد على التليفون. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور، اهلا بحضرتك. ممكن اسال الدكتور؟ اتفضل دكتور محمد مع حضرتك. ايوه يا دكتور، اهلا مساء الخير، ازي حضرتك؟ انا 67 سنه. اهلا بيك. الواحد يعرف ازاي اذا كان عنده هشاشه سرطان ولا ما عندهوش ولا يعمل يعني؟ اهلا بحضرتك. هو بالفحص الطبي وبعض الاعراض ممكن تقولي ان احنا عندنا هشاشه عظام. الاعراض ده سؤال حضرتك بس استاذ احمد. عايز اطمن يعني، عشان دايما بقول لك كبار السن بيجي لهم هشاشه العظام، عايز اعرف يعني يديك الصحه وطوله العمر. الله يبارك فيك. دكتور محمد هيجاوب على حضرتك، وبشكرك على اتصالك، تابع معانا اللقاء، شكرا ليك. هو بيسأل دلوقتي على موضوع هشاشة العظام، وخاصة يعني ان بعض كبار السن بيكونوا قلقين يعني من هذه الجزئية. ربما الإصابة بهشاشة العظام بتكون اكثر بالنسبة للسيدات ولا النسبة؟ دي حقيقة متساوية. دي حقيقة. لا، بالنسبة للسيدات بتبقى اكثر، السيدات اكثر نتيجة طبعا لانقطاع الدورة الشهرية وتغير الهرمونات. بالزبط. طيب استاذ احمد بقى يطمن على نفسه ازاي؟ نطمن على نفسينا ان احنا مبدئيا ناخد كالسيوم وفيتامين دي، ده على طول من غير تحاليل. يعني لو حبينا ان احنا الدكاتره بيقولوا كده الصراحه. لان احنا يعني مع الاسف احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني حابينا كده بحاجه طبيعيه، ان الشمس عندنا مشرقه، ودي ميزه عندنا في الدول الاوروبيه مش موجوده عندهم. ولكن احنا ما متعرضش للشمس خالص، ونقعد ايه يعني 10 دقائق او ربع ساعه في التوقيت اللي هو الشمس تكون فيه لطيفه يعني. فاحنا ما بنعملش كده، فكل الدكاتره في الحقيقه بيقول لا خدوا فيتامين دي. ناخد فيتامين دي بتركيز كام بقى دكتور؟ على حسب الفئه العمريه وعلى حسب السن نفسه وعلى حسب الاعراض. يعني ممكن التحليل يبقى فيه فيتامين دي قليل جدا، فنبتدي ان احنا ناخد لودنج دوز، نسبه تركيزات عاليه شويه، وبعد لما نوصل للتركيزات الطبيعيه في الدم بالتحاليل نبتدي نمشي على مينتننس دوز. النسبة تقريبا بالنسبة لفيتامين دي في الدم لو طلعت كده احس ان انا كده يعني عندي مشكلة وعندي نقص، تبقى تقريبا لو اقل تختلف من يعني من لا الموقف. ليها فيكسد رينج نقدر ان احنا نتكلم فيه. لو اقل، لو في العشرينات ده نعتبره ان هو قليل، محتاجين ان احنا نعليه للثيرتيز، يعني 35 40، ففي النسبة ديت تبقى النسبة طبيعية. نمشي على مانتننس دوز، يعني على جرعه جرعه استمراريه كده. طيب بالنسبه لكبار السن او للاستاذ احمد، الحقن فيتامين دي تكون افضل واسرع ولا اقراص؟ انا افضل الاقراص. القراص انا افضل الاقراص. طب اللي عنده هشاشه عظام دكتور بيشعر ببعض الام، او بيبقى عارف يعني بيحس ان عظمه بيوجعه، بيحس ان في مشكله عنده ولا ما بيحس ان في مشكله؟ اعراض اوجاع غريبه في العظم ملهاش سبب، بتيجي في اي وقت طول اليوم، في اماكن اكتر، اسفل الظهر، في اماكن مفصل الحوض، في اماكن الرسخ الرست. يحس الالدرليز او كبار السن بيها اكتر، وممكن في اي مكان في جسم البني ادم يحس بوجع. الاعراض دي على مدار اليوم ولا اثناء الاستيقاظ؟ يعني في بعض اشخاص بيقولوا اول ما بصحى من النوم بحس ان جسمي متيبس، بنفس المصطلح ده، مش قادر احط رجلي على الارض وحاسس بتكسير في عظمي، باخد وقت كده شويه وبعد كده احس ان يعني رجعت لطبيعتي. تمام. دي من الاعراض نفسها؟ دي من اعراض الهشاشه، من اعراض هشاشه العظام او نقص الكالسيوم وفيتامين دي في الجسم. طيب يعني انا بتمنى يكون استاذ احمد كده سمعنا لو الاعراض ديت موجوده عند حضرتك. وطبعا يعني زي ما بيقول الدكتور ان حضرتك بتعمل تحليل عشان تعرف نسبه فيتامين دي موجوده قد ايه، وتاخد كورس وتستمر عليه، والف سلامه على حضرتك. نرجع بقى للعمليه، لان هي عمليه صعبه جدا وعمليه دقيقه جدا، وبتبقى محتاجه يعني مهاره من الطبيب وعمليات كثيره هو قام بيها في الموضوع ده. تمام. اعاده البناء ده بتتم من خلال ايه؟ عظم يعني بيتم من اجزاء معينه ولا ده المصطلح ده ايه؟ خلينا نوضح ان هي مشكله خلقيه. فهي بتحصل اثناء نمو الطفل او الجنين، فاصبح المفصل خارج المكان الطبيعي بتاعه، فاصبح النمو لكل منطقه مفصل الحوض او الورك منطقه غير طبيعيه، الزوايا بتاعتها مختلفه تماما، وعلاقتها ببعضها اصبحت مختلفه. اعاده البناء بيتم منه فيه،
يعني بشقوق عظميه معينه بطريقه معينه على حسب درجات الخلع، وبنقدر ان احنا نعيد بناء الحوض او الاسيتابلم او المفصل نفسه، مع اعاده بناء محفظه المفصل. ان احنا لما بنيجي نفتحها ونشيل بعض الانسجه الغريبه اللي هي بتبقى من الباثولوجي او من المرض نفسه او من المشكله نفسها، بنبدا ان احنا نخيطها ونعيد تقييدها بطريقه معينه ثانيه تحافظ على استقرار. ده الهدف بتاعنا بعد العمليه، ان المفصل يبقى مستقر في مكانه الى ان يتم التئام الانسجه والجروح والحاجات اللي زي كده. العمليه بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟ بتاخد وقت ما بين ساعه ونص لثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونص. لان عمليه مهمه وعمليه دقيقه وفيها يعني اكتر من تفصيل بالظبط. هي ديتيل قوي، تفاصيل قوي. عمليه خلع الورك الخلقي ويعني ان احنا بنرجعه للوضعيه الطبيعيه دي بتتم على عمليه واحده ولا اكتر من عمليه حسب المراحل العمريه للطفل؟ يعني بنبتدي معاه بمرحله اجراء عمليه عند مثلا 6 شهور لو تم الاكتشاف المبكر، وده افضل زي ما حضرتك ذكرت، وبعد كده بياخد فتره ونعمل عمليه ثانيه، ولا هي عمليه واحده والامر بينتهي؟ احنا الهدف بتاعنا في اول عمليه هو ان احنا نرجع مفصل الفخذ المخلوع وان هو يبقى مستقر في مكانه. احيانا في بعض الحالات بيحصل فيه ارتجاع ليها، ان المفصل يرجع تاني يخلع من مكانه، وده قد يكون مصاحب ببعض المشاكل الصحيه للطفل، زي مثلا الاطفال اللي عندهم ليونه في الاربطه اللي هم بيلعبوا باليه، لو عندهم خلع، لو لسوء الحظ عندهم خلع وهم صغيرين، احتماليه ان الخلع يرجع تاني بعد ما بنرجعه بتبقى عاليه جدا. وعلى حسب الفئه العمريه وعلى حسب المشكله نفسها اللي ممكن تحصل لمفصل الحوض، نشوف بيبقى في بعض العمليات التكميليه، مش تجميليه، تكميليه لاستقرار مفصل الحوض فيه. بيكون الوقت او التوقيت يعني ما بين العمليه الاولى والثانيه؟ ما فيش توقيت معين، على حسب المشكله هتحصل ايه امتى. يعني ممكن اجريها بعد شهر او بعد شهرين، احنا عملناها مثلا، ما فيش مشكله بالزبط. بالنسبه للطفل مش هيتعرض هنا لاي يعني تاثيرات. بمعنى ان العمليه الاولى اللي هو اجرها صعبه وهو طفل عنده 6 شهور، تمام خلاص، دي نجحت والمفصل رجع في مكانه الحمد لله. بس احنا محتاجين نعمل عمليه تانية. لو حصل فيه مشكله تانية في النمو العظمه نفسها، أيوة. او خلل في النمو، او المفصل رجع تاني، وده بيحصل بعديها بشهور كتير شويه، ما بيحصلش بعديها بشهر من العمليه الاولانيه، يبقى كده العمليه الاولانيه ما جبناش النتائج اللي احنا عايزينها فيها. في احتماليه ان العمليه الاولى ما تجيبش النتيجه المرجوه او اللي كان يعني بيامل فيها الطبيب؟ وارد في حالات قليله. ده نتيجه لخطا من الام في تعليمات يعني الطبيب بعد اجراء العمليه، ولا مشكله عند الطفل ذاته ادت الى يعني عدم نجاح العمليه؟ بتبقى في مشاكل مصاحبه للخلع نفسه بتساعد في عدم نجاح العمليه بشكل جيد. طيب بالنسبه دكتور محمد لمشكله خلع الورك الخلقي للاطفال، احنا قلنا لغايه دلوقتي الاسباب يعني ما فيش سبب محدد، الطفل ما بيعانيش من اي مشكله، وهو طبعا بيبي لسه مش عارف يعبر حتى ما بيبكيش، الام هي اللي بتكتشفها. طيب في اسباب تانية تكون وراء خلع غير خلقي؟ الخلقي زي ما حضرتك هو اتولد كده، اتولد كده بالظبط. لا هو في بقى خلع بس يعني ما كانش مولود كده، ما كانش مولود كده واتخلع بقى وهو طفل بيكبر باي طريقه بقى، الام يعني وهي بتغير الحفاضه شدت الطفل، حد اخوه مثلا الصغير شاله بطريقه خطا، وطبعا بيبقى طفل عظمه لسه لين يعني. يعني هي لا في الحقيقه ما بتحصلش قوي بالطريقه ديت، يعني الخلق الرباني الطفل المكتمل النمو المفاصل موجودة في مكانها، دي مستقرة بأربطة وبطريقة تشكيل معين للعظم، ما يسمحش ان الام تخلعه الا لو قصده طبعا، وده شيء غير وارد طبعا، ان هي تخلعه غصب عنها او بطريقة شيل خاطئة، او اخوه بيلعب معاه بطريقة معينة فيؤدي الى الخلع. ولكن الخلع الغير الخلقي بيبقى اكتر موجود في بعض الامراض العصبية للاطفال، زي السيريبرال بولسي او الشلل الدماغي التشنجي. في الحالات اللي زي كده ضروري نتكلم عن الخلع غير الخلقي المرتبط بالامراض العصبيه بالنسبه للطفل مع حضرتك بعد ما ناخد الاتصال من استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ محمد. ايوه مساء. اهلا بحضرتك. اهلا بك. اتفضل دكتور محمد مع حضرتك. ايوه وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون بعد اذنك. اه
طيب سمعت. اتفضل. سلام عليكم. ايوه يا فندم اتفضل سؤالك. سلام عليكم. سؤالي انا عندي طفل دلوقتي سن حوالي 9 سنين. سنه دلوقتي 9 سنين. ربنا يبارك لك فيه. عنده 9 سنين. كان ولد كان المفروض يخش حضانه. فانا فاهم الدكتور في وقتها قال لا ده هو مش محتاج. لكن هو كان في الحقيقه محتاج يخش حضانه. فهو كبر وكان عنده نقص اكسجين. نقص اكسجين؟ يعني لما كشفنا عليه بعد كده هو دلوقتي عنده تاخر في الكلام وعنده رجله اليمين ملوحه شويه فما بيقدرش يمشي عليها لما بيمشي بيتنطط كده وهو ماشي. لكن ممكن بيمشي بعد شويه يروح رايح. الرجلين الاثنين فيها اعوجاج؟ لا لا رجل واحده بس لكن الرجل اللي هي اليمين ملوحه شويه كده. أوكي. وبعدين عملنا له عمليه في سن 5 سنين ما جابتش النتيجه برضه. من 5 سنين؟ وهو في سن 5 سنين. طيب. فهو الدكتور قال لي هنطول له الوريده لان الوريده في الفيول كده ضعيفه. عمليه ما جابتش النتيجه. الف سلامه عليك. ممكن نعمل حاجه انا في كلامه ما بديش جمله كامله. طيب دكتور محمد حضرتك تحب تسأل الأستاذ محمد أي سؤال عن الحالة الخاصة بابنه؟ لا أنا المعلومات بس أعرف المعلومات اللي هو قالها. هو عنده 9 سنين عنده اعوجاج أو انحناء في الرجل اليمين في تأخر في الكلام بيمشي زي بيتنطط كده بوصفه تبتو. عمل عملية من 5 سنين ولكن بيقول العملية ما نجحتش وكان عنده نقص أكسجين كمان مش كده يا أستاذ محمد؟ ايوه انا شوف هو ذكي نقص 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 يعني اما بنقول له حاجه بيعملها نقص الاكسجين اثناء الولاده تمام. لكن انت سؤالك لدكتور محمد بالنسبه لمشيه الطفل وبالنسبه للرجل وتاخر في الكلام وتاخر في الكلام فممكن نعمل له حاجه يتطور فيها شويه في الحاله بتاعته. طيب في سؤال تاني؟ لا شكرا لكم. بشكر حضرتك ودكتور محمد هيجاوبك على سؤالك. هو المشكله دلوقتي عند الطفل في المشيه والرجل اليمين فيها مشكله او فيها اعوجاج كده وتاخر الكلام. وفي عنده تاخر في الكلام عمل عمليه من 5 سنين العمليه ما نجحتش وعنده نقص اكسجين من الولاده. السبب نقص الاكسجين ودي المعلومه المهمه جدا. التشخيص شلل دماغي تشنجي اللي هو السريبرال بولسي اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه دلوقتي. بيصاحبه بعض هو 5 درجات يعني الجروث موتور فانكشن كلاسيفيكيشن سكيل التوصيف بتاعه بيبقى 5 درجات. كون ان هو يمشي فده توصيف كويس قوي او ده تصنيف كويس قوي في الدرجه بتاعه الشلل الدماغي. التيب توينج او المشيه لو انا فهمت صح طبعا من كلامه ان هو بيمشي بيتنطط على طراطيف صوابعه فده بيبقى فيه قصر وتشنج في بعض العضلات الخلفيه للقدمين نحتاج ان احنا نفحصها وان احنا نديها طرق علاج مختلفه ما بين علاج طبيعي ما بين تدخلات جراحيه. الاول بتبتدي بعلاج طبيعي علاج عشان طبيعي. تعمل استطاله بالظبط. ولو ما جابش النتيجه او جاب الدرجه اللي حضرتك بالزبط. عايزها بتتدخل هنا جراحيه. قد نحتاج الى بعض التدخلات الجراحيه وقتها بطرق مختلفه جدا لنفس الهدف. يعني عمليه او ثانيه لنفس الهدف ان انا اطول العضله على حسب احتياجات الطفل على حسب الفئه العمريه للطفل على حسب استجابته للعلاج الطبيعي. بالتاكيد لان طبعا المشيه ديت بتبقى يعني مزعجه شويه بالنسبه ليه وبتعمل له يعني الم في الساقين لان هو ماشي على ترتيب صوابعه وحمل جسمه كله على الم في الساقين وفي الحوض وفي الظهر ومشيه غير طبيعيه. صحيح مشيه غير طبيعيه. فكده طيب الاستاذ محمد يعمل ايه بقى؟ يعني في تشخيصات معينه في لا هو اهم حاجه فحص طب اكلينيكي دكتور عظام الاطفال حالات الشلل الدماغي دي بتعتبر من اصعب حالات الاطفال يعني جداً. الكشف عليها ممكن ياخد ما بين 30 دقيقه ل 45 دقيقه لساعه. صح. يبقى قدامي العيان وبكشف عليه وباخد معلومات واكتبها وارجع اكشف عليه تاني وهكذا علشان اقدر اوصل لمشكله او خاصه ان هو كمان طفل يمكن ما بيكونش مساعد الطبيب بالزبط. يعني زي الانسان البالغ او الانسان الكبير بيقدر يقول لك هو بيشتكي من ايه او معاناته ايه او الاعراض اللي عنده. دي حقيقه. فحضرتك محق يعني هو دلوقتي يتوجه لطبيب عظام تخصص اطفال للفحص الاكلينيكي للطفل وان شاء الله
يكون بخير وبسلام. النقطة الأخيرة اللي نطمنوا عليها، التأخر في الكلام بيحتاج دروس. عند دكاترة التخاطب. تخاطب بالظبط. تخاطب. تخاطب وسلوكية. ودول موجودين قوي دلوقتي وبيجيبوا نتائج كويسه. ده ما يكونش من اثر نقص الاكسجين او الشلل الدماغي اللي حصل للطفل. من ضمن بس بعد الفحص طبعا على اجهزه السمع والابصار والتحدث نقدر ان احنا بدروس معينه عند دكاتره التخاطب والاطباء التخاطب والسلوكيه بيفيدوا قوي، بيجيبوا نتائج كويسه قوي مع الحالات اللي زي دي. طيب نصيحة حضرتك لكل المشاهدين وللأمهات، وخاصة يعني الأمهات اللي بينتظروا مولود أو اللي عندهم مولود أول مولود. التركيز في أي معلومة طبية تخص الطفل والتركيز مع الطفل، أن الطفل ده يبقى هو الهم الأول وهو الهدف الأول في حياة الأم، لأن هو ده شاب المستقبل لازم يطلع صحيح. إنسان طبيعي متعافي يعني. أو طبيعي عشان يقدر إن هو يفيد نفسه ويفيد المجتمع. والأم هي الشخص الوحيد اللي هتبقى هتدينا الريد فلاج أو هتدينا الإنذار لأي مشكلة بتحصل عن مشكلة أو عن عرض بالزبط. بالنسبة للطفل. دكتور محمد فوزي استشاري جراحة العظام وعظام الأطفال، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا دكتور محمد. مرسي شكرا سيليك. بشكر حضراتكم على متابعتكم لينا، طبعا بنتمنى الصحة والسلامة لكل مرضانا ولكل أطفالنا، بنتمنى إن احنا نكون قدرنا يعني نفيد حضراتكم بالنسبة لموضوع الحلقة اليوم وهي عن خلع الورك الخلقي للأطفال. الدور الرئيسي والعبء الرئيسي في اكتشاف الموضوع بيكون على الأم. لو اكتشفتي أي عرض من الأعراض اللي ذكرها معانا دكتور محمد النهاردة بتتوجهي مباشرة لطبيب العظام تخصص أطفال عشان نقدر نعالج المشكلة في البداية قبل يعني ما تتفاقم ويكون ليها أثار جانبية سيئة على الطفل. بشكركم إن شاء الله بلتقي معاكم واستشارة ورجتة طبية جديدة.